حدثنا عبدان اخبرني ابي عن شعبه سمعت الاشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها ان يهوديه دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها اعاذك الله من عذاب القبر فسالت عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر قالت عائشه رضي الله عنها فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاه الا تعوذ من عذاب القبر زاد غندر عذاب القبر حق